السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام. اليوم البدء بأربعة مهام أساسية، هكذا يختصر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي مهمة الحكومة الحالية جميعها في صميم الحياة اليومية للفرد العراقي. فمنذ أن نالت الحكومة، حكومة السودان، ثقة البرلمان، فإنها تعمل وفق خطة نموذجية رتب فيها سلم الأولويات مجدولا الأزمات، وكل الجهود تصب في تفكيكها تباعا. فنجاح هذه الحكومة مصلحة وطنية، وهي أمام فرص واعد إذا ما استمر العمل بذات الآلية كما يقدم الشيخ حمودي دعوته للقوى المؤلفة للمشهد أن تكون بمستوى المسؤولية، وألا تعيد إنتاج أخطاء الماضي وتحدث الفرق في الواقع. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فهنالك الترحيب الكردي بإحياء المادة 140 من الدستور والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. قبالته تخوف تركماني صريح من مآلات الأمور والمجهول من تطبيق هذه المادة ودخولها حيز التنفيذ، فضلا عن التحفظ العربي. فكركوك مركز المادة الدستورية يطالب بها الإقليم مرارا من أي حكومة تتشكل. فبعد صمت طويل بين بغداد وأربيل عادت المطالبات الجدلية حول المناطق المتنازع عليها، وربما تدخل هذه القضية راح تدخل في ملفات التفاوض الحساسة والمركبة. إذن مشاهدي الأحبة نتناول هذين الملفين مهمين في حصادنا لهذه الليلة ونناقش محاور الحديث مع ضيفنا الكرام. تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. جدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي دعوته للحكومة الحالية بأنها أمام مهمة ومرحلة جديدة، وهذا ما يحتم عليها العمل بنهج مغاير يضع في سلم الأولويات حاجات المواطن وكيفية ترابطها وكيفية تحقيقها وتعشيق هذا الترابط مع القوى السياسية والفعاليات المجتمعية للوصول إلى نتائج تحقق رضا الشارع بالأداء الحكومي. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح وياكم هذا الملف بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. أربعة أولويات ومهام رئيسية يحددها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي للحكومة الجديدة، تبدأ بالأمن وتوفير الخدمات وما بينهما تعزيز الواقع الصحي وإيقاف الفساد. فهذه المحاور المفصلية تشكل عماد حكومة الخدمة الوطنية التي كانت نتاج مطالب شعبية ملحة. والملاحظ لعمل حكومة السودان منذ نيلها الثقة أنها حققت نقلات نوعية في طبيعة الخدمة المقدمة من خلال الفرق الخدمية والهندسية، وأطلقت مشاريع تنموية في قطاعات حيوية، وضبطت أداء الأمن في هذه المدة القليلة، فضلا عن معالجة ترسبات الحكومة السابقة التي يتصدر الفساد عنوانها الأساس، وبذلت جهودا من أجل استعادة الأموال المهربة والمسروقة. ولعل من أبرز المقدمات والمؤشرات الأولية لنجاح هذا المشوار أن حكومة الإطار تعمل في الميدان وتتابع التفصيلات عن كثب، وهذا ما جعلها تلامس احتياجات المواطن الأساس وتصدر المقررات الحقيقية وغير التقليدية التي تدعم الفئات الهشة والفقيرة. غير أن الوصول بمفردات البرنامج الحكومي إلى بر الأمان حسب الشيخ الدكتور همام حمودي يحتاج إلى تضافر الجهود وإسناد القوى السياسية ومشورة النخب المجتمعية، فهي مسؤولية تشاركية لتجاوز الصعاب والعبور إلى مرحلة تحقيق الإنجازات. فالواقع يحتاج إلى تغيير وإعادة الثقة ومد الجسور بين الشارع ومؤسسات الدولة. علي حبيب، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا المشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ نزار السلطاني عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، حياك الله أستاذ نزار. وكذلك ينضم معي ضيفا كريما في الأستوديو الدكتور علي الدفاعي المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، حياكم الله ضيوف الكرام. دكتور علي، أبدأ مع حضرتك، نتحدث اليوم عن لقاء الشيخ حمودي مع السيد السوداني باعتبار أن هذه الحكومة هي حكومة إطارية بامتياز، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار بالإطار العام بأن الإطار هو نواة تحالف إدارة الدولة، بالتالي اليوم الإخفاقات ستنعكس على كل هذه القوى السياسية، والنجاحات إلى من تحتسب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أستاذ أحمد ولجميع المتابعين الأعزاء. نعم، هذه الحكومة هي حكومة الإطار التنسيقي، ومعه كل الشركاء السياسيين الذين انضموا ضمن ائتلاف إدارة الدولة. هذه المرحلة مرحلة مهمة ومصيرية في العملية السياسية. نلاحظ أن لعله أخطر مرض يصيب العملية السياسية وأي عملية سياسية كانت هو أن تصاب العملية السياسية بانعدام الثقة بين أبناء الشعب وممثليها من أحزاب وقوى سياسية. لن يكون هناك أي معالم نجاح لأي قوى سياسية، لأحزاب، لعملية سياسية إذا ما كانت هناك فجوة بين جمهورها، أبناء شعبها، وبين القوى السياسية. لذلك عندما شخص سماحة الشيخ همام حمودي هذه الأولويات لكي تكون أسس الحركة الحكومة الإطارية ضمن أولوياتها القادمة، لكي نعيد إلى هذه النقطة المركزية، ألا وهي أن مسألة إعادة الثقة بين أبناء الشعب العراقي وبين القوى السياسية مسألة أساسية، منها يكون الانطلاق لأي مسار تصحيحي جذري واسع شامل في المستقبل. لذلك نجد أن الملفات الأساسية التي على هذه الحكومة أن تهتم بها، وهو ملاحظ أنها ضمن أولوياتها الأساسية، مثلا ملف الصحة، يعني هناك جهد وأولوية أساسية من السيد السوداني، من السيد وزير الصحة نفسه، من خلال اللقاءات الميدانية، الزيارات إلى المستشفيات، متابعة دقيقة تصل إلى حد يعني تصدير العقوبات بحق من يتهاون في أداء حقه وتكليفه في هذه الملفات. لاحظ أن الذهاب إلى هذه الملفات باعتبارها ملفات تلامس هموم أبناء الشعب العراقي بالدرجة الأساس، يعني لا يمكن أن يستغني أي مواطن كان بأي مستوى كان عن الوضع الصحي والحفاظ على هذه المسألة. ناهيك عن قضية الخدمات، مؤشر الخدمات واضح أنه في تنازل طيلة هذه المرحلة. لذلك على هذه الحكومة، وهو ما نراها من جدية ومن أولويات تقدمها، أنها تذهب باتجاه الإنجازات الملموسة السريعة. لذلك طيب، كانت مبادرة الجهد الهندسي الخدمي التي اشترك فيها أصناف متعددة من الحكومة، الحشد الشعبي، البلديات، الإسكان والإعمار، كل الجهود بحيث ذللت الروتين والإجراءات الإدارية لكي يكون هناك إنجاز خدمي واضح وملموس لأبناء الشعب العراقي. حتى عندما يعني نأتي بعد أيام، بعد أشهر قريبة، نلاحظ جميعا كقوة سياسية، كأبناء الشعب العراقي، أن هذه الحكومة أطلقت شعارات ووضعت برنامج وحققت إنجازات ونتائج على أرض الواقع. لذلك هذه الأولويات في الحقيقة إنما تأتي لكي تعاد الثقة بين أبناء الشعب العراقي والقوى السياسية. لذلك كان تشخيص هذه الملفات كأولوية. ناهيك عن قضية الأمن باعتبارها حالة يعني أيضا تمس حياة المواطن، ولا يمكن أن يستهان بقضية هيبة الدولة واطمئنان أبناء الشعب العراقي إلى اقتدار الحكومة. لذلك نقول أن هذه الحكومة المطلوب منها وبالدرجة الأساس أن تكون حكومة خدمة شعبية، حكومة تذهب إلى هذه الهموم وإلى هذه الملفات الأساسية. نعم، هناك طموح عالي لأنه مؤشر الثقة اليوم، نحن نعيش بين الناس، هناك دراسات استطلاعية، هناك مؤشر ونمو لحالة الثقة واستعادة الأمل بأن الحكومة هي فعلا حكومة خدمة، وأن هناك أولويات تقدمها بالدرجة الأساس تعود منفعتها إلى مصلحة الشعب العراقي. طيب دكتور، كل هذه الخدمات التي تقدم ومن المؤمل أن تقدم من الحكومة، أستاذ نزار جد ترحابي بحضرتك، هذه الخدمات مرهونة بوقت، والدكتور حمودي أوضح بأن هذا الوقت ينحصر بين السنة والسنتين حتى يستطيع المواطن العراقي أن يلمس ويرى رأي العين هذه الخدمات اللي يقدمها
تقدمها حكومة الإطار التنسيقي للمواطن، بالتالي حتى تكون هنالك موثوقية بين الطرفين. تفضل أستاذ نزار. العفو، شكرا جزيلا، شكرا لك ولضيفك ولمشاهديك. حقيقة مسألة التوقيت مسألة حرجة جدا، يعني الملفات الأربعة اللي تم الإشارة إليها من سماحة الشيخ ملفات فعلا يعني مهمة وحيوية، وبدت يعني ضاغطة جدا على حياة المواطن بشكل مباشر، ولكن قضية يعني تمرير الخدمات اليوم ما يفعله أو تفعله حكومة السيد السوداني من حملات إغاثية اعتبرها للمناطق من خلال الجهد الهندسي، أنا أعتبر هذه الإجراءات هي إجراءات خدمية قياسا إلى حجم المشاريع اللي يفترض أن تطلق بالبنى التحتية في العراق. البنى التحتية في عموم العراق قد تحتاج يعني إلى أكثر من 100 مليار دولار لاستكمال العجز الموجود في هذه القطاعات الأساسية. هذه الأرقام من الصعب جدا توفيرها من خلال الموازنات التقليدية، وبالنتيجة ستبقى عملية استنزاف الموارد الدولة الموارد النفطية من خلال موازناتنا للإجراءات الترقيعية والتشغيلية بشكل عام. وفي أغلب دول العالم وحتى المتمكنة منها عادة تعمل على اعتماد آليات خارج الموازنات العامة، كأن تروح تذهب إلى اتفاقات دولية أو استثمارات عالية الجودة مع شركات عالمية لبناء أو سد ثغرات حيوية في قطاع البنى التحتية، سواء في الطرق، في الصحة، في الكهرباء. وأعتقد أن اليوم احنا واجبنا الأساسي بالإضافة إلى العمليات السريعة اللي يحتاجها المواطن الإغاثية أو الترقيعية كيفما تسمى، هي بالتأكيد لها تأثير على نفسية المواطن اللي احنا نحتاجها اليوم، إعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية من خلال هذه الأعمال وإظهار جدية الحكومة، هذا شيء جيد. ولكن الأهم من هذا أنه يجب الذهاب إلى يعني خيارات استراتيجية. لا يمكن لأي مشروع استراتيجي في البنى التحتية أن يكمل بناء في سنتين أو ثلاث سنوات. لا، هو نتحدث عن تقديم الخدمات للمواطن. عذرا المقاطعة أستاذ نزار، خلينا ننتقل إلى الدكتور علي. لما تحدث السيد السلطاني دكتور علي عن إشراك المواطن في هذه الثلاثية، الحكومة والخدمات والمواطن، هو ليس فقط متلقي بل هو مساهم، مساهمة فعلية في الإنجاز وفي الاستفادة من هذه الجزئية، والمسؤولية مسؤولية تشاركية حسب ما بينها الشيخ حمودي، بأن الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية لا يمكن لأي من هذه الفئات التنصل عن دورها، وكل فئة لها حجم ودور كبير جدا ممكن أن تشغله في المرحلة المقبلة. ترى ما الذي يقع على المواطن كي يلمس الخدمات؟ ماذا عليه أن يقدم؟ أشكرك على هذا السؤال. طبعا محورية المواطن في عملية نجاح أو فشل الحكومة في مساعيها مسألة جدا مهمة، بل هي مركزية ومحورية كما قلت. كيف؟ يعني أراها في مسألتين اثنين. يعني المواطن عنده دور رقابي، من الممكن بل ينبغي أن يكون هناك دور رقابي شعبي على الحكومة، باعتبار أنه اتفقنا أن هذه الحكومة بالدرجة الأساس هي حكومة جاءت لكي تقدم خدمات للمواطن العراقي. نعم، المؤشر المتصل للحكومات أن هناك نوع من الإهمال، نوع من التراجع، فهذه الحكومة حتى نعين على قضية إنجاحها ووصولها إلى قضية إنجاز وتقديم خدمات، محورية ومركزية المواطن العراقي في أن يكون رقيبا متابعا مشخصا لمسار هذه الحكومة. النقطة الثانية هو أنه المواطن نفسه، نحن نعلم وتابعنا أن الجو الإعلامي بشكل يعني عام غالبا كان دائما يعني يسلط الضوء على السلبيات، على الإخفاقات، بحيث يشحن الجو الشعبي، الجو الفضاء الإلكتروني بحالة من السلبية التي تؤثر على الوضع العام. اليوم احنا المواطن عنصر أساس في هذه المسألة، بمعنى أن حكومة الخدمة إذا تبين ولمس المواطن على أرض الواقع أنها حكومة حاضرة وحكومة مسؤولة وحكومة تتحمل المسؤولية وقادرة ومنجزاتها واضحة وملموسة ومن سقف زمني قريب،
هنا تأتي حالة الدور الإيجابي للمواطن في أن يكون مشخصا لهذه الإنجازات، ويعني يقدم لها يعني نوع من الرفعة بحيث تظهر يعني إنجازات الحكومة على لسان المواطن نفسه. يعني نحن لا نريد للحكومة أن يكون لها فقط جهازها الإعلامي الذي يشخص ويقول أنها أنجزت وأيدت. هنا دور المواطن دور مهم، لأنه حالة بث الإيجابية وتشخيص المنجزات عندما تعم في الوسط الشعبي يعني عجلة الخدمة سوف يعني تنمو وتزداد وتستمر. لما تقترح حضرتك أن يكون هنالك تواصل مع المواطن وليس تواصلا إعلاميا فحسب، هنا نسأل أستاذ نزار، يعني الزيارات الميدانية مطلوبة في هذه المرحلة من قبل الحكومة، ليس برئيس الوزراء فقط بل حتى بالوزراء والقادة الميدانيين وكل المسؤولين بهكذا حالة، عندما يكون متابعة من قبل هؤلاء المسؤولين إلى قواطع خدماتهم ولقاهم مع المواطنين، هذا الموضوع راح يبني لنا موثوقية بين مؤسسات الدولة والمواطن؟ مؤكد جدا، يعني واحدة من أهم واجبات المسؤول التنفيذي هو نزول الشارع. نعم. ونزول الشارع بالتأكيد راح يعني تكشف أمام المسؤول التنفيذي كثير من الخبايا اللي قد لا يراها عندما لا يتحرك عن كرسيه. وأعتقد ما يقوم به السيد السوداني اليوم شيء جيد، حركته المكوكية بين المحافظات بين القطاعات الزيارات المفاجئة شيء ممتاز، إذا ما تحرك كل فريق بنفس المنهجية وبنفس الروحية بالنزول الميداني ومتابعة المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين. شيء آخر يعني أحب أضيفه في هذه القضية، أنه اليوم قضية المحور من أهم المحاور الأربعة، محور مكافحة الفساد، أنا أعتقد نحتاج إضافة إلى عملية ملاحقة الفاسدين وما انكشف من عمليات فساد كبيرة في فترة قصيرة سابقة، أعتقد على الحكومة أن تعمل بجدية على مراجعة أسباب الوصول إلى هذا المستوى من هذا الحجم من الفساد، وهذا يحتاج إلى إعادة النظر بالجهاز الرقابي وآلية عمله اللي هو يتمثل بالجهاز هيئة النزاهة ودوائر الفتش العام وديوان الرقابة المالية. أنا أعتقد أكو خلل حاصل في هذه الأجهزة الثلاثة، يجب الرجوع إلى تفحص هذا الجهاز والنظر في يعني تمكينه ودعمه لأخذ مساحته الحقيقية في التصدي لعدم تكرار هكذا ظواهر من الفساد بهذه الأحجام بهذا. وقد تظهر لدينا ملفات أخرى لا نعلم بها، ولكن مع العمل الجاد على كشف الفاسدين وملفات الفساد، أعتقد النزول الميداني للوزيارات الميدانية والاختلاط بالمواطنين راح يكشف كثير من القضايا والسلبيات أمام الأجهزة التنفيذية اللي على احتكاك مع المواطن، وراح تنطي للمواطن جرعة من الثقة بجدية هذه الحكومة في تنفيذ المشاريع وإيصال الخدمة الحقيقية للمواطن. دكتور علي يرهن السيد الزبيدي السيد السلطاني هذه الخدمات بمكافحة الفساد من جهة وأيضا توفير الخدمات من جهة أخرى، مدى ترابط هذه العلاقة بين هاتين الجزئيتين، مكافحة فساد وبسط خدمات وإيصال هذه الخدمات إلى المواطن، في حال أنه ما كافحنا الفساد وردنا نقدم خدمات راح يصير، أو انتهينا مكافحة الفساد ونسينا نقدم الخدمات، شنو اللي من الممكن أن يكون معيار لنجاح الحكومة؟ طبعا هذه ملفات متداخلة فعلا، والنجاح في أحدها يستلزم النجاح في الملف الآخر. يعني نحن لا يمكن أن ننجح على الأرض في تقديم خدمات والمسؤول التنفيذي على الأرض يمارس عملية فساد. لذلك السيد السوداني هناك ومثلا عدد من الوزراء والكل مدعوون أن يكون لديهم حضور ميداني ونزول على الأرض الواقع لمتابعة المسؤولين الميدانيين. قضية المتابعة هي الكفيلة، يعني عندما وضع السيد السوداني سقف زمني لتقييم الوزراء أو المدراء العامين، هذه بالنتيجة ستجعل
كل مسؤول تنفيذي حقيقة تحت المجهر في هذه القضية يعني يحاسب ويراجع نفسه مرات عديدة لكي لا يقع يعني في مصيدة الفساد والوقوع في هذه المعضلة الخطيرة. الملفات يعني حقيقة هي يعني مرتبطة مع بعضها، لذلك نقول ونؤكد أن هذه الحكومة إذا نجحت فنجاحها يشمل مجلس النواب وجميع القوى السياسية، وإذا فشلت لا سمح الله فالفشل كذلك سيغطي جميع هذه المفاصل السياسية. لذلك المسؤولية تضامنية، والكل يجب أن يكون نازلا في الميدان، وإن كان ليس بطريقة مباشرة وإنما بطريقة الدعم والمؤازرة للسيد رئيس الوزراء والكابينة الوزارية وتحقيق منهاجها الوزاري وصولا إلى هذه الأمور المنشودة. كل هذه الأمور حقيقة هي مساعي جادة يسعى الإطار التنسيقي إلى أن تكون هذه الحكومة، حتى لا نذهب حقيقة بعيدا، لعله نحن أمام سنة ونصف إلى سنتين حتى نعلم يعني ما هو مدى الخطوات التي نريد أن نسعى إليها. لذلك نقول أن مهمة الحكومة الحالية هي أن تكون حكومة خدمة شعبية، حكومة حاضرة قوية مسؤولة، تظهر لأبناء الشعب العراقي منجزات واقعية وملموسة تعاد من خلالها الثقة بالعملية السياسية. هذه هي مرتكزات هذه الحكومة بشكل أساسي. وعندما شخصنا الملفات الأربعة لا نريد أن نقول نحن لن نهتم بملفات أخرى، لا، هذه الحكومة هي بالنتيجة حكومة العراق، حكومة كاملة السيادة، حكومة وطنية، يجب أن يعني تذهب إلى القضايا الأخرى الاستراتيجية، ولكن الأسس التي ينتظر أبناء الشعب العراقي من هذه الحكومة أن يرى هناك بوادر على الأرض هي هذه الملفات، من إعادة هيبة الدولة والمنجز الحقيقي من خلال مبادرة الجهد الهندسي والخدمي وتحقيق الأمن والخدمات العامة التي في مقدمتها الصحة. طيب، هذه الملفات وفي مقدمتها الصحة، وموضوع الصحة أيضا له تماس مباشر يعني مع الملفات اللي تتابعوها في المجلس الأعلى. أستاذ نزار، نتحدث اليوم عن هذه الأولويات والزيارات الميدانية للمسؤولين، هل أن وزير الصحة مطالب بإجراء هكذا زيارات تفقدية لكل المرافق الصحية؟ رئيس الوزراء أيضا أجرى جولة قبل عدة أيام وكان هنالك على أثرها الكثير من الإجراءات، ونحن أيضا في قناة الأيام بدأنا نتابع ما يتم إنجازه خصوصا على مستوى الصحة باعتبارها أنها من أولى الأولويات لدى الحكومة وهي على تماس مباشر مع المواطن العراقي، ونريد نسعى إلى رفع هذه الخدمات الصحية. يعني الصحة ملف حساس ومهم وإلى ارتباط وثيق مع الشريحة الأغلب، الشريحة الوسطى والشريحة الفقيرة اللي اليوم يعني أغلب عوائل العراقية يقلقها قضية الملف الصحي باعتبار حجم الغلاء وتداعيات المراجعة الصحية للعوائل الفقيرة أصبحت كارثية على كثير من العوائل، ونتائجها أرواح تزهق نتيجة عدم إمكانية العوائل ب يعني تلبية متطلبات مرضاهم بموجب الأسعار والغلاء الموجود. وزارة الصحة من الوزارات للأسف اللي نخرها الفساد منذ مدة طويلة، ومهمة أساسية اليوم والتحدي الأكبر أمام وزير الصحة ورئيس الوزراء هو تفكيك منظومة الفساد والمافيا المسيطرة على وزارة الصحة اللي مشخصة ومعروفة لدى الكادر الرقابي، وعندنا معلومات يعني شبه دقيقة على حجم الفساد و المافيات المسيطرة على هذه الوزارة للأسف الشديد. إلى جانب هذا، أنا أعتقد هناك إشكالية في الهيكل الإداري للمنظومة الصحية في وزارة الصحة. تعرف جنابك وزارة الصحة تم تفكيك جزء مهم منها لصالح المحافظات، أي نقلت وظائفها إلى المحافظات، وهذا العمل يحتاج إلى تنسيق عالي المستوى ما بين وزارة الصحة وما بين المحافظين فيما يخص المستشفيات وآلية عملها. إدارة المنظومة الصحية بالعراق بشكل كامل أو بشكل عام طرحت عدة أفكار وعدة مشاريع لإعادة النظر بإدارة هذه المنظومة لتحفيز الجهاز الصحي أو المنظومة الصحية أو الطبية في هذه الوزارة للعمل بشكل يعني جدي داخل
المؤسسات العامة. احنا اليوم ده نلاحظ واحدة من مشاكل المشخصة بشكل مباشر انه الطبيب يعمل في المستشفى كأنه صخرة جاي، يعني الأغلبية، ما أقول الكل، الأغلبية وكأنه صخرة جاي للمستشفى، في حين في عيادته الخاصة يكون متفاعل ويعمل بجدية مفرطة. هذا التفاوت في العمل أكو إلى أسباب، الأسباب مشخصة أنا أعتقد تحتاج إلى حل اتحادي من وزارة الصحة باعتماد آلية جديدة لعمل المؤسسات الصحية حتى ترتقي بنسبة أو مستوى الأداء الكادر الطبي إلى مستوى أداء المستشفيات الأهلية أو العيادات الخاصة. نظل متابعين لهذا القطاع الحيوي والمرفق المهم إلى أن نحقق نسب إنجاز ترضي المواطن العراقي. أشكرك شكرا جزيلا سيد نزار السلطاني، عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى للإسلام العراقي، أثريت الحوار في هذا الملف. والشكر كثير لحضرتك الدكتور علي الدفاعي المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للإسلام العراقي، شكرا جزيلا شكرا. لهذه الإثراءات. متواصلين وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. جددت الكتلة التركمانية رفضها للمطالب القوى الكردية اللي تحاول تطبيق المادة 140 من الدستور، وحذرت من تداعيات هاي الخطوة على السلم الأهلي والاستيلاء على ثروات ونفط مدينة كركوك. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الموضوع، لكن بعد أن نشاهد جزء من المؤتمر الصحفي اللي عقدته الكتلة في العاصمة بغداد. إنما تم تداوله من قبل بعض المسؤولين حول إحياء المادة 140 من الدستور العراقي والذي أشير إليها في البرنامج الحكومي بتواطؤ الجميع وبتغييب التركمان، فإن موقف التركمان الواضح هو أن هذه المادة فشلت في إيجاد حلول مستدامة سلمية لقضية كركوك، وحتى الفقرات الإيجابية فيها المتعلقة بحل النزاعات الملكية وإعادة الأراضي التي استولى عليها النظام البائد لم تنفذ لحد الآن. وإن تقرير بعثة الأمم المتحدة حول هذه المادة قد أشار وبشكل جلي إن ما ورد من فقرات في هذه المادة كالاستفتاء قد تكون سبباً في إشعال الحرب الأهلية بين مكونات كركوك لا سامح الله، في الوقت الذي نؤمن تماماً إن أي حل لقضية ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها إنما تتم عن طريق الحوار البناء وبمشاركة كافة مكونات محافظة كركوك، وإننا لن نقبل بعقد الصفقات أو الاتفاقات بين بغداد وأربيل والتي أثبتت فشلها في السنوات السابقة. مشاهدي الأحبة في هذا الملف ورحب بضيفي الكريمة الدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر، حياك الله دكتور سلام. أبدأ مع حضرتك دكتور سلام، نتحدث اليوم عن المادة 140 تبدو جلية وواضحة خصوصا في مدينة كركوك، هذه المدينة العراق المصغر. إذا لاحظنا اليوم كركوك يعني لتطبيق هذه المادة أكو ارتياح كردي، أكو انزعاج تركماني، وأكو يعني لا قبول ولا رفض من قبل أو تحفظ من قبل العرب. كيف تنظر إلى هذه الجدلية في هكذا محافظة تتوجه إليها كل الأنظار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى جمهوركم الكريم. يعني بصراحة المادة 140 يمكن هي واحدة من الملفات المعقدة التي يعني بعدت العلاقة بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية، وأيضا أصبحت كثير من الملفات تتوقف عليها، يعني لم يكن هناك انسجام بين الإقليم والحكومة الاتحادية بسبب ما يتعلق في موضوع المادة 140. كل الاتفاقات السياسية السابقة كانت لا تأخذ طريق الدستور والآليات الدستورية، بسبب دائما ما الأخوة في المكون الكردي يطالبون كل حكومة تأتي بأن تلتزم في تطبيق المادة 140
نعم مادة دستورية وعلى الجميع أن يلتزم بالدستور، ولكن بصراحة الاتفاق على تضمين هذه المادة في الدستور والاتفاق على كتاب الدستور يعني كتب في يعني ظروف غامضة، وكانت هي بداية للعملية السياسية بالعراق بعد التغيير. وبالتالي اليوم هناك متغيرات كبيرة وكثيرة جدا، لابد أن تكون هناك مراعاة في تحقيق العدالة بهذه المادة. وتحديدا نحن تكون نتحدث هذه المراعاة دكتور سلام، نعم تحديدا يعني نحكي عن وقائع السيد وزير العدل دكتور خالد الشواني يوم الاثنين صرح بأنه يجب أن تشكل لجنة لإعادة تفعيل المادة 140 من الدستور، وهذا الموضوع أثار جدل وعدم قبول وسط يعني الأوساط الشعبية وحتى السياسية. أستاذ أحمد خلينا نكون واقعين، تحالف إدارة الدولة اللي كان من ضمن الأخوة في المكون الكردي كانت هناك اتفاقات مع السيد رئيس الوزراء قبل تسنمه منصب رئاسة الوزراء بأن يكون هناك اتفاق مع المكون الكردي، ومن ضمن الاتفاق كان تضمين المادة أو تفعيل المادة 140 من الدستور. بصراحة يعني هنا يجب أن أشير ووجه التحية للسيد مسعود برزاني في وقته، يعني أخذ موقف تاريخي في حسم إنهاء الانسداد السياسي من خلال خطوة إلى الوراء والتنازل عن منصب رئيس الجمهورية لمرشحهم ليبير أحمد، وبالتالي كانت هي نقطة انطلاق لتشكيل الحكومة. وعندما تم التحالف اتفاقات بتحالف إدارة الدولة أكدوا على السيد السوداني أن تكون المادة 140 من ضمن الاتفاقات التي تمضي عليها الحكومة، والسيد رئيس الوزراء أعطى وعود بأن المادة 140 ستأخذ مساحتها من الدستور والقانون. ولكن هنا المشكلة، يجب أن يكون ضمن أطر دستورية وتحقق العدالة لدى الجميع من خلال آليات وسقوف زمنية. يعني المادة 140 لا تتشكل بلجنة أسبوع أو أسبوعين، تحتاج سقوف زمنية كبيرة وكثيرة، لأن اليوم محافظة كركوك لها خصوصية بتنوعها الطائفي والعرقي والإثني، وبالتالي هناك عدة مكونات. تفعيل المادة في هذا الوقت الحساس من عمر الحكومة اللي هي أمامها ملفات كبيرة وكثيرة ومعقدة، وهناك أيضا كتل معترضة وكتل لم تشارك بالحكومة، أنا أعتقد هذا الوقت الحساس ممكن يأجج إن مشاكل وحرب طائفية أو نزاعات طائفية نحن في غنى عنها. نعم ممكن أن يتم تشكيل لجان بهذا الغرض وأن يعدل فيها كثير من النقاط اللي مثلا اللي تحقق العدالة والمراعاة لكل الطوائف والمكونات الموجودة داخل محافظة كركوك بدون أن يصيب أي أحد ضرر. على عندنا أيضا نرجع للأوزان السياسية دكتور، عندنا كثير من ممثلي محافظة كركوك في مجلس النواب هم ضمن تحالف إدارة الدولة، بالتالي هل راح نجد بأن هنالك ربما يكون نقطة افتراق بين هذه الشخصيات السياسية إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التنوع الطائفي والعرقي في هذه المحافظة؟ يعني بالتالي هي محافظة عراقية أستاذ أحمد، أنت بالتالي تتحدث عن محافظة عراقية والإقليم هو جزء من العراق. الاتفاق على المادة هو لتطبيع الأوضاع في كركوك، يعني بصراحة أنه ما ممكن أنه اليوم الإقليم يفكر بطريقة المصلحة الضيقة على حساب مشروع الدولة. نعم هي وأنا أكرر وأقول هي كتبت في ظروف غامضة، من كتب الدستور في ذلك الوقت بصراحة يعني أقول لك فصلوه على مقاس الموجودين في وقتها. يعني اليوم هناك متغيرات كثيرة، العملية السياسية فيها كثير من الأمور اللي حدت، وبالتالي أنا ما ممكن أنه أبني على اتفاق سياسي. نعم مادة دستورية، نعم من حق الأقليم أن يطالب بحقوقه لكن عليه واجبات، بالتالي أنت ما ممكن أنه تعطي كركوك كهبة أو يعني كمجاملة للأقليم على حساب الشعب العراقي. إذا اسمح لي دكتور، نعم خل أقاطعك بالخير، خلي نشرك ويانا السيد عزام الحمداني الناطق باسم المجلس العربي في كركوك ينضم معي عبر سكايب، حياك الله سيد عزام. نتحدث اليوم عما يجري في محافظة كركوك، يعني هي لم تحل المشكلة والمعضلة بل ترحل من فترة إلى فترة، وفي كل مرة نصطدم بعقبات وتكون نقاط افتراق.
بالتالي هذه المرة عندما تكون هنالك مطالبة بتشكيل لجنة عليا لحل الوضع في كركوك، ما تشوف أنه هذا الوقت غير مناسب وسط أجواء الهدوء اللي بدأت تعيش العملية السياسية كي تمضي قدما؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بدءا تحية طيبة لكم، حياك الله، وأيضا شكر موصول لضيفك الكريم، حياك الله. لا شك طالما كانت محافظة محل جدل سياسي وإداري ما بين القوى والأحزاب السياسية التركستانية تحديدا والقوى العربية والتركمانية في محافظة كركوك، المكون العربي في كركوك منذ عام 2003 ولحد عملية فرض القانون بقيادة الدكتور حيدر العبادي استطاع أن يعيد لهذا المحافظة هوية عراقية. لا شك الكرد وتحديدا القوى والأحزاب الكردستانية استثمرت المادة 140 واستطاعت أن تعمل على زج هذه المادة في الدستور وفق إملاءات سياسية القرض منها إجراء تغيير ديموغرافي في هذه المحافظة. نحن كمكون عربي ننظر بأن المادة 140 هي مادة إقصائية الغرض منها ترحيل المكون العربي والعمل على جعل هذه المحافظة من ضمن إقليم كردستان كركوك ذات أغلبية عربية، وأيضا هي تمتلك تاريخ عربي على اعتبار أن كركوك هي لها تاريخ أموي أو عباس أموي، وبالتالي أعتقد أن المزاج السياسي وضعف السياسي في بغداد استطاع أن يعمل على كسب تلك القوة الأحزاب السياسية والتأثير على إرادتهم، وبالتالي عمل على إحياء المادة 140. نحن كمكون عربي ننظر بأن المادة 140 هي أصلا لم تطرح على الاستفتاء ولم تسلم شرعيتها، لم تكون حاضرة الدستور باعتبار أن مواد الدستور هي 139 مادة وهي أضيفت فيما وقت لاحق، وهناك شهادة قانونية للسيد قاضي وائل عبد اللطيف بأن المادة 149 و41 أضيفت سابقا. أيضا المادة 140 مشمولة بالمادة 142 من التعديلات الدستورية، وبالتالي هناك استحالة في تطبيقها في محافظة ذات أغلبية عربية. نحن نتخوف ونعتقد بأن الكرد لديهم تأثير سياسي على بغداد، ويجب على السيد حكومة السيد محمد الشياع السوداني أن تنظر بعدالة وطنية وأن تنظر بعدالة مجتمعية بأن هذه المحافظة تشكل نقطة خلاف على مستوى القرار الوطني العراقي وأيضا على مستوى القرار الدولي. كل التوصيات الدولية وتقارير الأمم المتحدة ذهبت بشكل واضح بأن الوضع في كركوك يجب أن يعالج بتوافق، وبالتالي أعتقد تشريع هذه المادة هي تهديد للسلم المجتمعي وتهديد للمكون العربي، ونحن كمكون عربي ليس لدينا ثقة مطلقة بجميع القوى والأحزاب السياسية، ونعتقد ونجزم أنه فيما حال تم تطبيق هذه المادة سوف يعمل على تزوير الحقيقة التاريخية لهذه المحافظة وإعطاء امتيازات للقوى الكردستانية، وبالتالي جعل هذه المحافظة أسيرة سلطة الأحزاب الحاكمة والتي كانت متهمة في عملية تجريف القرى العربية والتهميش والإقصاء والاعتقال، وبالتالي نحن بالضد من تنفيذ هذه المادة اللي نجدها مادة إقصائية وغير دستورية. طيب، حكومة إقليم كردستان دكتور سلام أعلنت أيضا عن تشكيل فريق التفاوض من وزير مالية والثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، فريق خبراء واستشاريين. هنا أنا راح أتحدث أيضا عن دخول حكومة الإقليم على خط هذه القضية، يعني هل راح نشوف أنه من الممكن أن تتحقق هذه المفاوضات، ولكن على حساب من الذي سيربح ومن الذي سيخسر؟ يعني بالحسابات السياسية هذا أمر غير صحيح. يعني أنت اليوم نعم عندك اتفاق سياسي، نعم عندك مادة دستورية، لكن أنه أنت تدخلها بباكج واحد مع كثير من الملفات المتعلقة من ضمنها قانون الموازنة، قانون النفط والغاز، تصدير النفط بالنسبة للإقليم، كلها تدخلها أنه يجب أن لا تمرر للمادة 140 لو تتفق وياي لو أعطل كل شيء. هذا أمر خطأ. نعم الأمور طيبة، زيارة السيد نجرفان برزاني إلى بغداد في غضون أسبوع مرتين هذا يدل على أنه هناك تجاوب وحوارات واتفاقات. يجب أن تأخذ المسار الدستوري والقانوني، ويجب أن لا تضغط على أي جهة مهما كانت. حتى السيد السوداني هو لا يملك الحق ولا يستطيع، على مقولة وهب الأمير ما لا يملك، فبالتالي ولا يمكن أن يعطي وعود إلا من خلال القانون والدستور ومجلس النواب العراقي. بالتالي أنا أقول إنه هذه المادة نعم خل تشكل لجان شيء صحي وجيد، إنه الحوار يكون منطلق لتفكيك هذه المادة، ولكن يجب أن تراعي الجميع. يعني مثل ما تفضل السيد عزام
وهو يعرف يعني انا وياه سابقا افترينا، هو من اهالي المحافظه وهو على درايه بكل اشكال المحافظه، انا وياه افترينا في كثير من المناطق داخل محافظه كركوك، وبصراحه يعني كان هناك تخوف كبير من الاخوه في المكون العربي اللي بصراحه من الاقصاء والتهميش من قبل الاخوه الكرد، انه يريدون اليوم يضعون العربي او المكون العربي مواطن درجة ثانية، وهذا خطأ كبير بصراحة. يعني في وقتها نعم يعني حكومة الدكتور العبادي وضعت اللبنة الأساسية في تطبيق القانون في هذه المحافظة من أجل تحقيق العدالة وليس التمييز لأي طرف من الأطراف على حساب الطرف الآخر. لذلك نتمنى أن تكون هناك حكمة في اللجان وأن يعيد النظر بكثير من الحسابات، مثل موضوع الاستفتاء. أنت تعرف اليوم هناك تغيير ديمغرافي في كثير من المناطق في محافظة كركوك، يعني كثير من الأراضي وزعت والمساكن وزعت في كثير من المناطق المحيطة بمحافظة كركوك، هذه ممكن أيضا تأثر بشكل كبير. هذه أيضا يعني ممكن كان بها تأثير سياسي من خلال حكومة إقليم كردستان. لذلك أنا أقول يجب أن تكون هناك مراعاة حقيقية ودراسة حقيقية لكل الواقع الحالي الذي يجري في محافظة كركوك من أجل تحقيق العدالة في تطبيق هذه المادة. الأساس هو أن نطبق المادة من أجل تطبيع الأوضاع والتعايش السلمي في محافظة كركوك وليس العكس، ليس فقط أنه الإقليم يريد أن يضم هذه المحافظة من أجل مكاسب سياسية واقتصادية. هنا أنا راح تبدأ بشق الصفوف وندخل في نفق مظلم وخلافات ممكن لن نجد لها حل في المستقبل بين الأقليم. يا حضرتك تطالب بالحلول، والحلول عند من تتركز سيد عزام؟ لما تكون الأنظار كلها متوجهة إلى كركوك، بغداد هل لديها الحل؟ أم أن كما جرت العادة ترحل هذه المشكلات إلى مراحل مستقبلية وهكذا حال السياسة أصبح يقدم ترضيات لا يأتي بالتسويات؟ لا شك كركوك محافظة عراقية، وبالتالي هي تنظر على بغداد بأنها تمثل السلطة العليا وتخضع لتوجيهات وإشراف الرقابة المركزية في بغداد، سواء كان على المستوى الإداري والأمني والاقتصادي. ومثلما أسلفت، مثلما كانت كركوك تعيش بحالة من الأمن والاستقرار وفق سياسة الدكتور حيدر عباد عندما كان رئيس وزراء، ايضا نعتقد ونظن نظن ايضا ان السيد محمد شيع السوداني يكون قادر على ان يحذو السياسه السابقه ويعمل على جعل كركوك تعيش في حاله من الاطمئنانيه، وان التوافق السياسي والابتعاد عن مساله التحزب السياسي قد يعطي بنتائج ايجابيه. اما انصياع السيد محمد شيع السوداني ارادات القوه والاحزاب السياسيه مستغله بذلك القوه الكردستانيه ضعف عمليه تشكيل الحكومه وقدره الكرد على انهاء السداد السياسي مقابل تقديم الكرد والعمليه على ساعد بناء الدوله، وبالتالي القوى الاحزاب السياسيه سوف تعمل على تقديم كانال 3 من خلال السيد محمد شيع السوداني. نعتقد ان هذه مؤامره سياسيه الغرض منها تحقيق مكاسب سياسيه على حساب مجتمع عربي وتركماني، وايضا على حساب المجتمع العراقي، على اعتبار ان الابار النفطيه والحقول النفطيه المحاصره التركيه تحت سيطره القوى الاحزاب الكردستانيه وتحت سيطره حكومة الإقليم. هناك أكثر من 400 ألف برميل من النفط يوميا يذهب لصالح حكومة الإقليم، هناك أربع حقول نفطية عملاقة أيضا تحت سلطة حكومة الإقليم. وبالتالي أعتقد أن ما يميز الحكومة المركزية في بغداد هي أن تكون قوية وأن تكون قادرة على فرض السيطرة المطلقة على نتفق من العراق ويعتبر عراق واحد موحد، وليس منقسم، وأن أغلب المجتمع الإقليمي والدولي يذهب ويدعم السيد محمد الشياع السوداني بأنه يجب أن يعمل بالضبط من اي حركه سياسيه تعمل على تهديد وحده العراق، وبالتالي احياء الماده 140 وفيما يتعلق باليات هذه الماده فيما يتعلق بالتطبيع والاحصاء والاستفتاء هي بدايه مؤقته لعمليه تقسيم العراق. ونعتقد ان محمد الشياع السوداني قد يحظى باراده دوليه، وايضا وقد يحظى باراده الشعب العراقي ويعمل على انهاء هذه الماده على اعتبار ان العراق ينظر الى سيد محمد الشياع السوداني. اما ترك الامور على حالها واعطاء سلطة مطلقة لقوى الأحزاب السياسية تتحكم بالعملية السياسية وبالمنهاج الوزاري، نعتقد أمام فوضى، وأن المجتمع السلمي في كركوك سوف يكون مهدد، وأن المكون العربي والتركماني لن يقبل بهذه السهولة أن ينصاع فيما كانت هناك إرادة سياسية داخل بغداد
تتوجه الى صالح الكرد، مثل ما استفد كركوك اشبه بقنبله موقوته، وبالتالي يجب على السيد محمد شياع السوداني ان يراعي الطبيعه والنسيج المتنوع في هذه المحافظه، وايضا عليه ان ياخذ بالتوصيات الدوليه بان هذه المحافظه يجب ان يتعامل معها بحساسيه مطلقه وان يتعامل معها بوطنيه. نحن كمكون عربي تم تجريف القرى العربيه، اكثر من 30 قريه عربيه تم تجريفها من قبل قوات البيشمرك والاسايش. وهذا الموضوع يجب ان يكون هنالك نزع لفتيل هذه الازمه سيد عزام كما تفضلت حضرتك. اشكرك شكرا جزيلا سيد عزام الحمداني الناطق باسم المجلس العربي في كركوك، انضممت معي عبر سكايب، وشكر كثير لجنابك الدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر ضيفا كريما في الاستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.